سالي وش يسا سالي وش يسا انت طرف الشمال واحد في راسك الداخلية يضرب معنا احنا على الشركة انو يصلحوا اللي بغاو يصلحوا اللي بغى يصلح غيصلح واللي بغى يربى السبايب على شي حاجة اخرى راه ماشي مشكل ما كاين قانون في البلاد ما كاينش فوضى كاين فوضى ويجب النقل الحضري يناقش بجميع الحيثيات النهار اللي تناقش يناقش التفويض ديالو لان انا كعامل سابق وعارف النقل الحضري وعارف الوكالة وفق النقل الحضري بما لها وما لا عليها وكيف تم تفويض النقل الحضري وهاد الناس اللي ستغوت هما ضحايا ديال بعد بعض الامور اللي تنبات ثاني ما يزيدوا على 600 عائله الان هاد الناس شنو تيطلبوا عندهم احكام قضائيه تيخصها نفذوهم 42 مليار نفذوهم 42 مليار هاد الناس عندهم 42 مليار هاد الناس عندهم كاين مجلس على الحسابات عنده ملاحظات على الدعم اللي كانت تعطات الدوله عطاتها لهاد 161 مليون يعني هاد الناس إذن هاد الناس دابا اللي ستغوت وتقول لك علاش تهضر حنا تيخصنا نقولوا بجانب هاد العمال هادو حنا لا يهمنا هو النقل الحضري بمدينة فاس يجب أن يكون في مستوى كل مواطن أي فاس كما بغى يكون نوعو فاسي إلا تيتمنى باش فاس دابا جات الأخوان غير باش نكملوا غادي نكملوا الدورة لا لا خليني نكملوا كاينة دورة لا جيتي دخلتي معايا لا غير اسمع انا تنجاوب لا شنو تنجاوب صحفي لا وما دخلش الفوضى دير على برك وخليني نهضر ما تسمعني لا ماشي تنقل على حاجه انا على برك نديروا النواه وشنو هذا تسمع لينا بنت تصوت عليا لان احنا انا مستعدين كصحافه على برانا وسيدي ما عندناش حتى مشكل انا هذه دوره هذه دوره ما خدش الشهاده الله يهديكم بصحه يلا نهضر مع الصحافه تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.